صراحه فيها كبير نجي للمغرب ونبارطاجي واحد الفايب مع كاع الدراري اللي كانوا مشاركين اليوم. مستوى كان جيد، عجبني الجمهور بزاف، مدينه مكناس مدينه جميله جدا، وان شاء الله غندير اللي قدرت عليه دبي سايكان باش نريبريزونت المغرب في يو اس اي نيويورك نيكست مان ان شاء الله. نيويورك غنكونوا ان شاء الله في لو 14 نوفمبر في نيويورك، غتكون ابطال عالميين، وديجا ماشي اول مره غنلعب في بطوله العالم ديال بي سي 1، ديجا لعبت في 2018 في سويسرلاند في زوريخ، وداز الحمد لله داز مزيان، دابا كاين اكسبيرونس جديده، وغندير اللي غنقدر عليه في نيويورك باش نريبريزونت المغرب احسن تمثيل ان شاء الله. فرحانة بهذا الفوز اللي فزت اليوم، وهادشي كامل بسيبور ديال الكرو ديالي دو فوكاب والعائلة ديالي، وصراحة أنا فرحانة بزاف، وكان ليفل زعما عالي بزاف، وتبارك الله على البنات كاملين، وإن شاء الله كنتمناو نريبريزونتيو المغرب في أحسن صورة في يو اس اي إن شاء الله. إن شاء الله موجودين، ودابا غنزيدو نوجدو إن شاء الله باش نمشيو نحمرو الوجه، وأنا مستعدة إن شاء الله زعما نمثل المغرب في أمريكان. التنظيم كان مزيان صراحة، كلشي مزيان، لابيس الضو لي كاميرا مان، كلشي الجمهور واعر، كلشي زوين تبارك الله عليهم. انا الجمهور صراحه ساعدني بالغواس ديالو والسيبور ديالو ضروري.